حقيقة انه في حاله انتعاشه كبيره في معدلات الوفود السياحيه في محافظه البحر الاحمر. بكل تاكيد ده انعكس على معدل النمو في عدد مقاعد الطيران الوافده لمرسى علم، واللي ارتفع بنسبه 27%، اما في الغردقه فارتفع بنسبه 14% عن السنه اللي فاتت. يا شادي، طيب عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الاستاذ علاء عاقل، رئيس لجنه تسيير اعمال غرفه المنشات الفندقيه. صباح الخير عليك يا استاذ علاء. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. لو في البدايه حضرتك توضح لنا كده حجم الاقبال على المدن السياحيه في البحر الاحمر. الحمد لله الموسم الربيع بدا بقوه في البحر الاحمر. طبعا زي ما حضرتك ذكرت الارقام المعلنه من وزاره السياحه، مرسى علم تتصدر الصداره في هذا الشان، ويليها الغردقه وبعدين المحافظات الاخرى، يعني طبعا لها نصيب. فاذا الاقبال على مصر اصبح مطلوب وجيد، فدي حاجه تبسطنا جدا. يعني اكيد هذا النمو يا فندم والارتفاع زي ما ذكرنا للساده المشاهدين، يعني نسبه ارتفاع 27% ده مقاعد طيران لمرسى علم و14% بالنسبه للغردقه، ده اكيد كان قدامه مجهود كبير جدا، وكمان كان في اكيد رؤيه لما يحدث الان في البحر الاحمر. كانت ايه رؤيه حضراتكم؟ ايه اللي اشتغلتوا عليه خلال الفتره دي؟ طبعا الدوله ركزت على المقاصد السياحيه المهمه، وكان اهمها او المؤشرات بتقول ان المقصد السياحي زي مرسى علم عليه طلب من السياحه الوافده. فالوزاره والقطاع الخاص ركزوا في التسويق لهذا المنتج، هو منتج لان مرسى علم منطقه طبيعيه يعني مميزه، فبالتالي ومستقره نقدر نقول بعيده عن الاحداث او كده، فكان لها نصيب الافضل في هذا الكلام، ومنطقه جديده برضو مقارنه بالمقاصد السياحيه الاخرى. تمام. طيب درجه الحراره عامله ايه دلوقتي؟ الجو عامل ايه عندكم؟ ممتاز. يعني درجه الحراره بنتكلم في اثناء النهار 28-30% 30 درجه مئويه، وبعد كده بالليل بتنزل اقل، الجو جاف، السياح متعكين في البحر والرياضات الاخرى. فالحمد لله يعني اعتقد كمان انه الفتره دي تحديدا في البحر الاحمر بتشهد اقبال كمان من السياحه الداخليه، يعني مصريين كتير جدا بيقضوا الاجازات، خصوصا احنا داخلين على اجازات بيقضوا فتره الاجازه دي في البحر الاحمر، لانه زي ما قلنا الجو لطيف في الفتره دي. ده مظبوط. وبعدين كان شهر ابريل ولغايه دلوقتي كان فيها بعض اجازات مهمه، بدايه بعيد الفطر، وبعدين الويك اند الكبير بتاع 24 و25، وبعدين دلوقتي عيد القيامه وسمي النسيم. فطبعا دي كلها بتبقى فرص طيبه للسياحه الداخليه، كمان بتؤدي الى زياده الاقبال على المقصد السياحي المصري بالذات في المنطقه الشرقيه. يعني استاذ علاء، ازاي بيتم العمل على الترويج والارشاد السياحي، التسويق لمعالم المدن السياحيه بشكل اوسع؟ طبعا لو هنتكلم على مستوى دول العالم عشان نقدر نحقق اكبر عمليه جذب سياحي، لان احنا في وقت من الاوقات كنا بنعاني من النقطه دي. بص حضرتك، هي تنشيط السياحه فيها تركيز كبير لحضور المعارض والبورصات الدوليه والعالميه الخاصه بالسياحه والترويج للمقصد السياحي. ده دور الدوله. من ناحيه ثانيه دور القطاع الخاص، اي حد عنده منشاه فندقيه بالتالي بيسعى ان هو يزود فيها نسبه الاشغال والاقبال عليها. فاذا دي برضو من نقطه ثانيه ان القطاع الخاص بيقوم بالتسويق للمنتج بتاعه، فاذا الطرفين كدوله وكقطاع خاص بيساهموا في انتعاش السياحه. طبعا ده بيعود بالفايده على الاقتصاد المصري مباشره. يعني طيب ازاي بقى الفنادق في البحر الاحمر والقرى السياحيه استعدت لهذا الموسم؟ هو دايما الفنادق مستعده صراحه، يعني من لكن بنقول ان هو اقبال كثيف بقى في الفتره دي. طبعا فاذا يعني طبعا من حسن الحظ ان الاقبال لما بيكون موجود، طبعا عماله بيتم تدريبها وتشغيلها، البرامج الترفيهيه اللي في الفنادق. كان قبل ما يبتدي الموسم السياحي المنشآت الفندقيه كانت عملت تطوير للبنيه بتاعتها وتجديد الفنادق وخدماتها وخلافه. فاذا
المنتج المصري منتج ممتاز، ومقارنة طبعا بالدول الجوار، مقارنة فاليو فور ماني يعني مقارنة بالأسعار اللي بتتباع بيها أو بيتداول بيها سعر الباكج. فأعتقد إن مصر لها حظ كويس، ورؤية الدولة لتنمية أعداد السائحين وتنمية الموارد اللي جاية من السياحة مهمة، وأعتقد إن الدولة جادة في تدعيم هذا القطاع دي إن هو يبقى يتضاعف الأعداد عن ما هو عليه الآن. طيب أستاذ علاء، إيه أكتر الدول اللي بتتصدر التوافد على مدن محافظة البحر الأحمر السياحية، وهل في أسواق إحنا مستهدفينها، يعني في أسواق محتاجين نشتغل عليها أكتر؟ أهم سوق موجود في البحر الأحمر هو السوق الألماني، يليه السوق الروسي، يليه سوق الأسواق أخرى زي البولندي والتركي وخلافه. أسواق مستهدفة طبعا إحنا السوق الصيني سوق مستهدف وواعد، السوق الهندي كذلك. فدي أسواق صراحة، إن هو القصة مش بس وزارة السياحة أو هيئة السياحة، لكن كمان الطيران مهم جدا، لأن من غير طيران السائح مش هيعرف يجي للمقصد السياحي. نشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ علاء عاقر، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، شكرا لحضرتك يا فندم.